بعد تأجيلها الحكم 4 مرات، المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل مجلس النواب مرتكزة على إن الحل أمر دستوري وليس قضائيا، فالمادة 64 من الدستور تنص على أن يحل البرلمان نفسه بنفسه. وقالت لا يوجد إغفال دستوري، يعني الدستور لم يغفل عن ذلك، ونأت بذلك بنفسها عن هذا الموضوع، والكرة الآن في ملعب البرلمان. المحكمة الاتحادية حملت السلطة التشريعية وزر تجاوز المدد الدستورية من دون انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء، معتبرة ذلك انتهاكا لأحكام الدستور وخرقا للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات، فيما حددت جزاء عدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية بحل البرلمان عند وجود المبررات. يعني تقصد المحكمة الاتحادية أنه عندما نكون أمام عدم أداء البرلمان لواجباته هو الذي يقوم بحل نفسه وليس جهة أخرى أو جهة قضائية، والمحكمة بهذا يعني أكدت أنه ما قالته في المادة 93 أنه ليس من اختصاصها وإنما هو اختصاص البرلمان. معنى ذلك أن القرار يرتبط بعضه بالبعض الآخر، وهذا ليس أمر، يعني هذا الفقرة الثالثة ليست أمر للبرلمان بأن يحل نفسه وإنما هو مجرد توضيح من المحكمة الاتحادية. إذن لا خيار لحل البرلمان إلا بطلب موقع من ثلثي أعضائه، ولا طريق غير ذلك وفق الدستور. يقول خبراء القانون إن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وغير قابلة للطعن والتمييز، بمعنى إن باب المحكمة قد أغلق بوجه فرقاء السياسة في ظل الأزمة القائمة. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد.